برازيلي اللاعب ادو حضراتكم اللاعبين المميزين اللاعب ادو ادي امامنا ادو بيلعب كره على طول استلام من اللاعب الخطير ماتا لكن ياخدها على القدم اليمنى ويرجع على عدته بالقدم اليسرى يوسع السكه ويسدد يا الكره الحلوه يا المهاره الجميله عند هذا اللاعب هي جت على يمينه لكن دفاع ايه دفاع ساذج جدا في هذه الكره وادي امامنا ماتا اللي بيسجل في هذه اللحظات اول اهدافه في هذه المباراه والهدف السادس ليه هذا الموسم في مسابقة الدوري كان سجل في لقاء روزنبورج أول الأهداف شوف حضراتكم مصيدة التسلل ويدفع الثمن غالي دفاع فريق نادي ريال بيتس أدي ماتا المهارة يدخل خوانيتو في اللعب نيلسون وتعامل ساذج جدا من اللعب ماركوس نيلسون في هذه اللقطة شوف حضراتكم هو يعني هو المفروض ما يفتحلوش سكة القدم اليسرى يعني هو معروف ان هو لاعب اشول وقلت حضراتكم هو عايز يعدل ويجيبها على شماله شوف حضراتكم الكرة جنحت ازاي منه لكن هو امامنا هو دخل الاثنين في بعض وادي امامنا المسانده من اللاعب ارسو لكن